اللي كان المفروض بعد المؤتمر انتهائه في وقفة على سلالم النقابة لدعم المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر، الأخبار دلوقتي جات لنا إن في حشود أمنية موجودة، في عدد من البطارية، في ميكروباصات موجودة، وأسماء من الناس اللي بتسلمنا دايما في المظاهرات عارفينهم بالاسم موجودين، وبالتالي لغينا الوقفة النهاردة حفظا وسلاما على الناس اللي موجودة.